يمثل موسم البر نموذجا للشراكة المجتمعية المتكاملة بين المحافظة الجنوبية وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، بما يحقق الأهداف المرجوة ويسهم في الوصول إلى موسم آمن. يمثل موسم البر نموذجا متقدما من الشراكة المجتمعية، حيث يشهد نوعا من التكامل والتنسيق رفيع المستوى بين عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية من خلال المحافظة الجنوبية من أجل أمن وسلامة مرتادي البر وتهيئة كافة سبل الترفيه الآمن لهم. وجه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لدراسة وتحديد المناطق الأكثر آمنة للتخييم لهذا الموسم. ومن خلال الاجتماع اللي في الحقيقة عقد في مبنى المحافظة تم الاتفاق على تحديد هذه المناطق اللي في الحقيقة هي بعيدة عن آبار النفط والغاز وبعيدة عن المناطق المحظورة. وكذلك وجه سموه بتواجد جميع الخدمات اللي في الحقيقة ممكن يستفيد منها المواطن ومرتادي البر من خلال تخصيص مكاتب خاصة بمركز البر، منهم مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وعندنا الدفاع المدني ورجال المرور وكذلك الأخوان في البلدية. هل موسم احنا كنا نسعى حق تطوير الخدمات المقدمة حق مرتادين البر عن طريق التسجيل، وحدثنا نظام التسجيل كان يدوي سويناه الكتروني اللي يوفر ساعات كثيره من الانتظار. يعني في السنوات السابقه كان الواحد عشان يسجل ينتظر ساعات طويله على اساس التسجيل اليدوي، بس الحين حولناه الكتروني فصار جدا موضوع سهل. وايضا حدثنا الخرائط، قبل كنا نعطيهم خرائط مطبوعه بس الحين صار في خرائط الكترونيه، وهو بس يمسح رابط ويفتح له الخريطه ويحدد موقعه بالضبط. وايضا ساهمت المحافظه في توفير خدمات إضافية عن طريق استحداث مكتب احنا نوصلك ليتقدم فيه خدمات حق مرتادين البر، إذا كان عنده استفسار أو ملاحظة أو أي مقترح يخص البار لتطوير حق السنوات الجاية نستقبله في المكتب عندنا. وبالتنسيق مع المحافظة تعمل مديرية شرطة الجنوبية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتوفير الخدمات الأمنية التي من شأنها قضاء أفضل الأوقات في البر وفي أجواء من الأمن والأمان. قامت المديرية بوضع خطة أمنية شاملة تهدف إلى تقليص عدد البلاغات بالنسبة للمواسم السابقة، حيث قامت المديرية بعمل خطة تهدف إلى توزيع الدوريات ونشرها في مختلف مناطق البر، دوريات العسكرية والمدنية ودوريات خدمة شرطة المجتمع، بالإضافة إلى عمل حملات توعوية وتثقيفية وتوزيع المطويات للسلامة العامة، وكذلك تأمين جميع الفعاليات المقامة في موسم البر. وفي ذات الإطار تنهض الإدارة العامة للمرور بدور رئيسي في تأمين موسم البر، سواء من خلال الدوريات ورصدها كافة المخالفات المرورية ومعالجتها قانونيا، أو من خلال الجهود التوعوية في إطار العمل المستمر على تحقيق السلامة المرورية. تم تشكيل فريق خاص لموسم البر من ضباط وأفراد وأيضا من دوريات عسكرية ودوريات مدنية تعمل على مدار الساعة للمنطقة المحيطة للبر وأيضا منطقة البر، طبعا تعمل على مدار الساعة لتسهيل حركة المرور وأيضا إنهاء الحوادث في أسرع وقت. هناك سلوكيات خاطئة تصدر من أصحاب الدراجات النارية وبالأخص ذات الدفع الرباعي اللي منها الاستعراض وأيضا السرعة العالية والتجاوز الخاطئ. نتمنى من أصحاب الدراجات قبل استخدام الدراجة التأكد من صلاحية الإنارة والفرامل ولبس الخوذة وعدم إصدار اللي هو الغبار أمام المخيمات العائلية والسرعات العالية أمام المخيمات، واستخدام الدراجة في وقت النهار وليس وقت غروب الشمس. من جهتها تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق السلامة العامة في موسم البر، وهو ما يتم من خلال حملات توعوية مستمرة وزيارات إلى المخيمات للتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة. هذا الموسم يعتبر موسم لكسر الروتين ونوعا ما من الترفيه للمواطنين ولمرتادي البر،
لذلك قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة لهذا الموسم، ومن أهم هذه الخطط أن تكثيف التوعية في هذه الفترة بالتنسيق مع المديرية الأمنية بالمحافظة الجنوبية وأيضا المحافظة الجنوبية، وذلك عن طريق تكثيف الحملات لتوعية رواد البر والمخيمين على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والالتزام بها طوال موسم فترة التخييم. وفي نفس الوقت خصصت الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة في إدارة العمليات آلية متواجدة في منطقة البر في مركز البر على مدار الساعة لتلبية أي بلاغ لا قدر الله في هذه الفترة من بداية الموسم حتى نهايته. ويبقى الهدف الأساسي وهو الخروج بموسم آمن لكافة مرتدي البر، حيث أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تعاونا من كافة أطراف منظومة الشراكة المجتمعية، وهو ما نأمله ونتطلع إليه مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.